إلى أنور. أنور يمرر كرة ممتازة وأين تصدم الدفاعات العمالية تعود مرة ثانية. متابعة دفاعية عمالية جيدة. قاعد الآن أحمد مصطفى يمرر من الأمام، الكرة عند الجهة اليسرى. منتخب عمان بالهجوم، فرصة ذهبية والهدف الأول. جول! هدف أول لمصلحة المنتخب اليمني بعد سلسلة من التمريرات المتقنة، تصل الجهة اليسرى والعرضية المتقنة، وهدف الافتتاح. هدف أول لمصلحة المنتخب اليمني في حوالي الدقيقة 14. يتقدم المنتخب اليمني بهدف على المنتخب العماني. هذه إعادة